يوم طويل مع المتكلم الرسمي باسم قوات المنطقة أندريا تيننتي الذي سيرافقنا في جولة إرشادية في منطقة الناقورة ومكاتب اليونيفيل. نحن الآن نغادر الناقورة في جنوب لبنان حيث يقع مقر اليونيفيل ونتجه نحو الخط الأزرق. هناك سنرى بعض جنود حفظ السلام يقومون بدوريات في منطقة العمليات وأنشطة المراقبة على طول الخط الأزرق. هذه ليست حدوداً بل فاصل رمزي بين البلدين. اليونيفيل تراقبها. إن أي انتهاك للخط الأزرق هو انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وهو جزء من تفويض عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. يبدو الوضع هادئا إلى حد ما على الرغم من الخروقات العرضية للخط الأزرق من قبل الرعاة وتجاوز الحدود الجوية من قبل الطائرات الإسرائيلية بدون طيار. نحن نبذل قصارى جهدنا لإبلاغ مجلس الأمن بهذه الانتهاكات. لدينا أكثر من 450 نشاطا ودورية يوميا عبر منطقة عملياتنا والتي تمتد من الخط الأزرق إلى نهر الليطاني. دوري هو توفير المعلومات لوسائل الإعلام المحلية والدولية حول ما يحدث على أرض الواقع لكي يفهم الناس ما تدور حوله المهمة. كما أحاول شرح دور قواتنا ومواجهة المعلومات المضللة التي تميز بعض التقارير الإعلامية. نحن حاضرون وفقا لأحكام الفصل السادس من مجلس الأمن، لذلك نحن لسنا هنا لفرض أي شيء. نحن موجودون بناء على طلب السلطات اللبنانية وندعم جهود الجيش اللبناني. هذه رسالة يجب نقلها. اليونيفيل هي ثاني مزود للوظائف بعد الحكومة اللبنانية. إن وجودنا مهم ليس فقط للحفاظ على الاستقرار الأمني ولكن أيضا لمنع تدهور الاقتصاد في المنطقة. هذه المنطقة بأكملها تحرسها اليونيفيل والجيش اللبناني فقط. على يسارنا الأبراج الإسرائيلية. الطقس جميل اليوم، ستتمكن من رؤية حيفا من حيث نحن. قل لي أين نحن وماذا نفعل هنا؟ نحن على بعد كيلومترات قليلة من البحر الأبيض المتوسط. ما تراه خلفك هو برميل أزرق تم تثبيته لتمييز الخط الأزرق. ما وراء البرميل هو جدار أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي وليس اليونيفيل. هذا الجدار غير معترف به من قبل المجتمع الدولي، شيدته إسرائيل من أجل إنشاء حصن وقائي. فقط الخط الأزرق والبراميل الزرقاء معترف بها من قبل المجتمع الدولي. يتم وضعها في مكان بارز حتى يعرف الناس أنهم لا يستطيعون عبور هذا الخط. اليونيفيل هي الوصي على الخط الأزرق. نحن الوحيدون المخولون القيام بذلك. أندريا تيننتي profite aussi de notre visite pour nous donner plus de détails concernant le déploiement des troupes de la FINUL. دول مثل إيطاليا وفرنسا وأيرلندا وألمانيا والدول الأوروبية تقوم بالتناوب لمدة 6 أشهر. الهند وإندونيسيا وماليزيا تبقى لمدة عام ثم تغادر. فرقة أخرى تحل محلهم. ما يجب ألا ننساه هو أنه ليس لدينا ضباط فقط على الأرض. اليونيفيل هي عملية حفظ السلام الوحيدة التي لديها عنصر بحري. لدينا سفن في البحر، القوة البحرية لليونيفيل التي تدعم البحرية اللبنانية وتسير دوريات على طول الحدود البحرية 24 ساعة على مدار أسبوع، والغرض منه منع الإتجار غير المشروع بالأسلحة في المياه الإقليمية اللبنانية.
هذه مهمة نتابعها منذ العام 2006 بعد توقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، وهذا جزء مهم من ولايتنا، لأنه من المهم بالنسبة لنا دعم ومساعدة الجيش والبحرية اللبنانية وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإنهاء النزاعات. هذه المنطقة لا تزال مليئة بالألغام، الكمبوديون والصينيون في اليونيفيل يفسحون هذه الأرضية. Direction la frontière terrestre avec Israël. This area left and right is still minefields and UNIFIL, Cambodians and Chinese contingent. Okay. With UNIFIL are our engineers and they work in the mining. الخط الذي تراه هو خط العوامات الذي نصبته إسرائيل من جانب واحد. لم يعترف بها المجتمع الدولي، لا تراقب اليونيفيل الانتهاكات البحرية، Se félicitant du rôle médiateur de la FINUL, Andrea Tenenti nous indique où se déroulent les réunions tripartites entre l'armée libanaise, la FINUL et l'armée israélienne. المبنى الذي تعقد فيه الاجتماعات الثلاثية غير مرئي، إنه أسفل الرادار مباشرة، إنه بناء داخل الأراضي اللبنانية، وهذا هو المكان الذي يلتقي فيه الجيش اللبناني واليونيفيل والجيش الإسرائيلي كل شهر لمناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ القرار 1701. في حالة وقوع حادثة انتهاك للخط الأزرق على سبيل المثال، تتم مناقشة الحدث في هذه القاعة، لذلك فهو المكان الوحيد الذي لا تزال فيه دولتان في حالة حرب من الناحية الفنية. تعالوا للقاء في حضور رئيس بعثة اليونيفيل الجنرال لازارو، تجرى المشاورات باللغة الإنجليزية في غرفة عقد فيها أكثر من 160 اجتماعا، الأول في عام 2006 لوضع حد للأعمال العدائية بين البلدين. عندها أدركوا أن هذه الاجتماعات كانت مفيدة لسوء الفهم الموجود وخففت التوترات، ومن هنا أيضا تم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية. بعد الجولة غادرنا مع أندرياس إلى داخل المجمع ليظهر لنا ما أصلحته الكتيبة الإيطالية، وهي 5 طائرات مخصصة لحالات الطوارئ. كما ذهبا في جولة على مكتبه والمكاتب الصغيرة ومكاتب الإنتاج. كما إلى ساحة الزنزانة حيث تقام جميع احتفالات القبعات الزرقاء الرسمية، وأطلعنا على أهمية الذكرى. 48 دولة موجودة حالياً في القناة رفعت أعلامها في المقر الرئيسي لليونيفيل، وبذلك نكون قد أنهينا جولتنا في المقر الرئيسي.